أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أقسم شخص على الله أن يشفي مريضا ولم يشفى بل مات بعد فترة ليست طويلة، هل يكفر عن يمينه؟ إذا أقسم على الله؟ نعم. أقسم؟ قل سلمك الله. إذا أقسم شخص على الله أن يشفي مريضا ولم يشفى بل مات بعد فترة ليست بطويلة، هل يكفر عن يمينه؟ هذا ذكر العلماء إذا حلف على شخص، إذا حلف على شخص له عليه سلطة، فالوالد حلف على ابنه وخالفه ينفعل مع يمينه يتأثر بيمينه فهذا يكفر. أما إذا حلف على شخص لا يتأثر بيمينه فهذا ليس عليه سلطة، لأن يمينه أصلا غير منعقدة.